السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة الصف الثاني ثانوي. إن شاء الله النهاردة هنراجع على الوحدة الأولى جبر. هاخد المراجعة دي على جزئين اتنين. بالنسبة لشرح المنهج، أنا شارح المنهج كله بالتفصيل في القايمة زي ما أنت شايفها كده. المنهج كله مشروح بالتفصيل. كل اللي بنعمله السنة دي إن إحنا بنحل أسئلة على النظام الجديد. بالنسبة يا أستاذ إن شكل الأسئلة ممكن يتغير، هيبقى فيه أسئلة كلامية، لا هيفضل زي ما هو. الشرح اللي أنا شرحه شرح الأسئلة بالتفصيل، حتى الأسئلة اللي على النظام الجديد مشروحة بالتفصيل بالخطوات. يبقى ليه إحنا مقلقين؟ مفيش أي مشكلة، أهم حاجة تتعلم إزاي تتعامل مع السؤال مهما يكون شكله. بالنسبة للعلمي، عندك قوائم تشغيل فيها كل اللي انت محتاجه، يعني في قائمة تشغيل للتفاضل، في قائمة تشغيل للجبر، في قائمة تشغيل لحساب المثلثات، في قائمة تشغيل للديناميكا، ومعاها الإحصاء. بالنسبة للأدبي، نفس قائمة التشغيل بتاعت العلمي في التفاضل هي هياها وفي الجبر، وفي الميكانيكا هتخش تاخد بس الإحصاء ليك. نبتدي المراجعة. المنهج كان بيتكلم عن وحدتين اتنين في الجبر. اول وحدة كانت بتتكلم عن المتتابعات، وتاني وحدة كانت بتتكلم عن التباديل والتوافيق. في الوحدة الاولى، اول درس فيها كان بيعلمني يعني ايه متتابعة، وتاني درس المتسلسلات والمتتابعة الحسابية والمتتابعة الهندسية. دول اللي في منهج الجبر، دول انا هاخدهم على حصتين اتنين. نبتدي أول حاجة بالدرس الأول، المتتابعات. كان أول درس بيعلمني يعني إيه متتابعة. أول ما اتكلم قال إن في حاجة اسمها حد نوني وفي حاجة اسمها حد نوني، ده رمز المتتابعة، ده رمز الحد العام أو الحد النوني زي ما بنقول. المتتابعة أرقام بتتكتب ما بين أقواس، يعني مثلا واحد واثنين وثلاثة واربعة وهكذا، دي اسمها متتابعة. لو ما كتبش رقم في الاخر بنقول له غير منتهية. لو كتب رقم في الاخر بنقول له منتهية، دي كده منتهية. كان في متتابعة اسمها متتابعة تزايدية. يعني ايه متتابعة تزايدية؟ بتلاقي الحدود بتزيد 2 4 6 8 وهكذا. وكان في متتابعة تناقصية، بتلاقي الحدود بتقل وهكذا. كنا بنقدر نعرفها يا استاذ بناء عن ايه؟ عن تسمية الحدود. كان كل حد من دول له اسم، ده اسمه حد اول، ده حد تاني، ده حد تالت، ده حد رابع، وهكذا. هنا برضو كمثل، ده اسمه حد أول، حد تاني، حد تالت، حد رابع. بالفرض انه اداني الرقم في المتتابعة انا مش عارف هو كام، فبنسميه حد نوني، حد له رتبة، نون دي رقمه. انا مش عارف هو رقم كام، طبعا هنا هو الحد التالت، هو بيجي يديك حد نوني. لما كان ده اسمه واحد اتنين تلاتة اربعة، مش كل مرة كنت بتزود واحد، يبقى اللي بعده اسمه ايه؟ حد نون زائد واحد. طب اللي قبله اسمه ايه؟ حد نون ناقص واحد. تاني كنا بنزود واحد، ده تلاتة كان بعده اربعة، طب لو ده نون يبقى نون زائد واحد، طب اللي قبله النون نقص منها واحد. فقالك بتكون تزايدية لما تلاقي حد النون زائد واحد اكتر من الحد النون، يعني عمالة تزيد الرقم اللي بعده اكتر من اللي قبله، او حد نون اكبر من حد نون ناقص واحد، وهكذا. ممكن نقول ان حد نون اكبر من حد نون ناقص واحد. طب بتكون تناقصية امتى؟ طبعا اتفقنا ان احنا ممكن نسمي ده حد نون، وده حد نون زائد واحد، وده حد نون ناقص واحد، وده حد نون ناقص اتنين، وهكذا. فكنا ممكن نقول له لما يكون الحد السابق اقل من اللي قبله، يعني حد نون اقل من حد نون ناقص واحد، وهكذا. امال ايه الثابتة يا استاذ؟
بتلاقي جميع عناصرها ثابتة، 3 3 3 3 3. طب ايه يا استاذ المتتبعة التذبذبية دي؟ متتبعة تلاقي منها حد سالب حد موجب، حد سالب حد موجب، حد سالب حد موجب، وهكذا. دي كده يا شباب بالنسبة لأنواع المتتبعات. المتتبعة دي مجالها الأعداد الصحيحة الموجبة. ليه يا أستاذ؟ لأن حضرتك دول عدد، مش فاهم؟ يعني ده كان حد أول، حد تاني، حد تالت، حد رابع، حد خامس. أو حد أول، حد تاني، حد تالت، حد رابع، حد خامس، حد سادس، حد سابع، وهكذا. فأنت بتاخد أعداد صحيحة، مفيش حاجة اسمها حد واحد ونص. وكان أشكال الأسئلة في الامتحان مقسومة لاتنين، إيه هما؟ يجي في الامتحان يديلك متتبعة، يقول لك 3 و5 و7 و9 و، استنتج الحد العام. أو كان يديك الحد العام ويقول لك هات المتتبعة. وكان طبعا يقدر يغير في شكل السؤال ده، ده بنقدر نغير في شكله، ده ثابت. طب يا أستاذ يعني هنتعامل إزاي؟ استنتاج الحد العام ده بالنسبة لنا صعب يا أستاذ. هو للأسف لازم تكون بتتعلم استنتاج النمط عشان تقدر تجيبه. طب بالنسبة لنا يا أستاذ، هو يعني جينا في الامتحان واحد صعب ما بيتحلش؟ انت بالنسبة لحضرتك نظامك الجديد هو بيديك اختيارات، انت جرب في كل واحد منهم، جرب في كل واحدة هتوصل للحل. طب افرض ان انا عاوز احلها، عاوز تحلها بتكتب رتب الحدود، ده 1، ده الحد الاول، الثاني، الثالث، الرابع. بتشوف ايه العلاقة ما بين الارقام ونون، ما هو ده اسمه نون. يعني النون يا أستاذ دي لو ضربنا 1 في 2 ب2 زائد 1 3، 2 في 2 ب4 زائد 1 5، 2 في 3 ب6 زائد 1 7، 2 في 4 ب8 زائد 1 9. تمام، يبقى هو النون يا أستاذ ضربها في 2 وزود عليها 1، ده الحد العام بتاعي. تاني، لو أنا معايا متتبعة مثلا كانت 3 على 5 و 3 على 7 وهكذا، عايزين نكتشف النمط. البسط ده مسألة والمقام مسألة تانية، فبنيجي نكتب الأعداد 1 2 3 4 وهكذا، إيه العلاقة ما بينهم؟ الواحد خد 1 زي ما هو، والاتنين زي ما هي، والتلاتة زي ما هي. تمام، يبقى البسط النون زي ما هي، والمقام لسه عاملينه فوق يا أستاذ، ده هو الرتبة بتاعته اللي هو 1 بيضربها في 2 ويزود 1. هو دايما يا أستاذ بيكون العلاقة ما بين الأرقام دي دايما لازم. يبقى الناتج هنا 2 ن زائد 1. إنما بالنسبة للسؤال التاني ده شكل سؤال وفي شكل تاني تحس إن هو صعب شوية. يجي يقولك إيه؟ إذا كان الحد الأول بيساوي 5 والحد نون زائد 1 ناقص الحد نون بيساوي 3 لكل نون أكتر من الواحد، دي لكل يا شباب أو حيث. تمام يا أستاذ، دول أشكال الأسئلة اللي ممكن تجيلك على جزئية زي دي. ده كده ده سهل، لما هتعوض تجيب الحد الأول يعني تبدل النون وتحط 1، تبدل النون وتحط 2، تبدل النون وتحط 3، تبدل النون وتحط 4 وهكذا. يبقى انت قدرت تعمل له المتتبعة بمنتهى البساطة، 2 أس 1 ب2 و4 و8 وهكذا. لازم تكتب 3 حدود على الأقل في الأول لازم. طب بالنسبة للسؤال التاني يا أستاذ أو الشكل التاني، الشكل التاني حضرتك انت معاك الحد الاول بكام؟ ب5. تمام، بدل نون هنا بقى. لو بدلنا نون وحطينا 1، 1 زائد 1 2،
ناقص حد أول بيساوي 3، والحد الأول مع حضرتك بكام؟ بخمسة. يبقى الحد التاني ناقص 5 بيساوي 3، ومنها الحد التاني بـ8. جينا هنا حطينا النون بـ2، هنعوض 2 زائد 1 3، بقى الحد التالت ناقص الحد التاني بيساوي 3، يبقى الحد التالت ناقص الحد التاني جايبين قيمته بـ8 بيساوي 3، يعني الحد التالت بيساوي 11. نجيب الحد الرابع، يبقى الحد الرابع ناقص الحد التالت بيساوي 3، والحد التالت جايبينه بـ11، يبقى الحد الرابع 11 زائد 3 14. يبقى الحدود الأولى إيه؟ أول حد هو مديهوني 5، لأن طلعته 8، بعد كده 11 14 وهكذا. دول يا باش مهندسين أشكال الأسئلة اللي بيجي لك في الامتحان على الدرس الأول. ناخد تمرينين كمان نتدرب بيهم قبل ما نخش على الدرس اللي بعده. استنتج الحد العام. جينا يا أستاذ قلنا له احنا نشوف علاقتها ايه بالأرقام 1 و2 و3 و4. فجينا للواحد، 1 زائد 1 2، طب 2 زائد 1 ادتك كام؟ 5. لا، طب ده لو ضربنا الواحد في نفسه، الواحد في واحد بواحد مش باتنين. طب لو ضربناه في نفسه جمعنا واحد، الواحد في واحد بواحد، واحد اتنين، 2 في 2 ب4، وواحد 5، 3 في 3 ب9، وواحد 10، 4 في 4 ب16، وواحد 17. يبقى ضربنا الرتبة في نفسها وزودنا واحد، ده الحد العام ليها. متتابعة حدها النوني نون تربيع ناقص 1 عندما نون فردية، واتنين نون زائد 3 عندما نون زوجية. عايزين الحد الخامس والحد الثامن. يعني بيقول لو كانت الرتبة، ما هي دي اسمها نون فردية، عوض هنا. لو كانت زوجية عوض هنا، ده معنى كلامه. يبقى الحد الخامس هنعوض مكان النون بـ5، 5 أس 2 ناقص 1، 25 ناقص 1 24. الحد الثامن ده عدد زوجي، هنعوض في المكان اللي فيه نون زوجي. الـ2 في 8 بـ16 زائد 3 بتساوي 19. احسب رتبة الحد الذي قنته 15. طب انا هحسبها فين يا استاذ؟ احسبها في العلاقة اللي فوق ولا العلاقة اللي تحت ولا اكتب له الحلين؟ لا يا باش مهندس، مش كده. انت حضرتك بتقوم جاي مساوي ده بالـ15 مثلا، وتشوف نون. هل نون اتحققت هتطلع معاك فردية؟ لو طلعت فردية يبقى انت ماشي صح. نون تربيع بتساوي 16، نون بتساوي موجب او سالب 4، فيش عدد بالسالب خلاص، لان ده عدد مش قيمة. يبقى النون بموجب 4، ده الـ4 دي يا أستاذ زوجية، وهنا بيقول نون فردية، يبقى ده مرفوض، ده مش نافع. 2 نون زائد 3 بتساوي 15، 2 نون بتساوي 12، لما عدينا الـ3 بإشارة مخالفة هنقسم على الـ2 نون بـ6. هو الـ6 هنا زوجي؟ أيوة زوجي. تمام يا أستاذ، يبقى هو الحد رقم 6 هو اللي قيمته بـ15. الدرس اللي بعد كده كان بيتكلم عن المتسلسلات ورمز التجميع. درس المتسلسلات ورمز التجميع كان بيتكلم عن حاجتين اتنين، هو يعني ايه رمز التجميع وايه خواص رمز التجميع. مش فاهم؟ جينا حضرتك الدرس مقسوم لجزئين. اول جزء قال لك انا عاوز مجموع من اول الخمسة لحد السبعة مثلا، للمسألة دي نون أو ر تكعيب زي ما تكون. قال لك طب انت ازاي بس بتجيبه يدوي كده لو عوضت من اول الواحد للسبعة وكنت عاوز هنا 5، ولو كنت عايز اي علاقة تانية بقى. ده بتتصرف فيه ازاي بايدك؟ بعد كده ام جاي عامل لي خواص،
قال لي في خواص لي، خواص الرمز التجميع. ايه هي خواصه؟ قال لو انت معاك ره من اول الواحد، ده شرط، ده شرط اساسي عشان تستخدم الخواص، لازم تكون الره من الواحد لحد نون، وكان معاك هنا ره، يبقى الناتج نون في نون زائد واحد على الاتنين. ده كده قانون المجموع، يعني تجمع تعوض بتاع على طول، تاخد نون اللي هنا وتضربها في نون زائد واحد على الاتنين. طب ولو كانت يا أستاذ الره دي تربيع؟ قال لك ركز في الشروط، لازم تبتدي من الواحد، نون ره تربيع، نون في نون زائد واحد في اتنين نون زائد واحد بس على ستة، تاخد نون اللي هنا زي ما هي. طب ولو كانت الره تكعيب؟ اخرج اخرج في القوانين اللي المفروض انت تعرفها، ره تكعيب، نون تربيع على اربعة في نون زائد واحد أس اتنين، ده أخرج في القوانين، ده بيستخدم مع الأعداد الطبيعية. تمام يا أستاذ. طب ولو كان مجموع رقم عنصر؟ قال لك في الحالة دي بتضرب نون في ألف. طب ولو كان يا أستاذ الره دي قدامها رقم؟ انت كل القوانين ما فيش ره قدامها حاجة. قالك في حالة لما يكون ره دي قدامها رقم، يعني كان في حد مثلا نون وكان في هنا رقم ألف، قالك طلع الرقم ده برة واجمع عادي، تشوف لك أي خاصية من دول تقدر تشتغل بيها. يعني دي كده يا أستاذ الخواص، هي دي الخواص، بس بشرط. إيه هو الشرط؟ إني لازم أكون مبتدي من الواحد، لازم. طب افرض جه قال لي يا أستاذ باستخدام الخواص وما بدأش بواحد، ده هنشوفه في الأمثلة دلوقتي، ده لو هتستخدم الخواص. طب بالنسبة يا أستاذ لو إحنا هنحل بإيدينا، تحل بإيديك لما تلاقي الأرقام قريبة من بعض، يعني مثلا زي كده دي خمسة ودي سبعة، يبقى أنا هعوض بالخمسة، خمسة أس تلاتة زائد ستة أس تلاتة زائد سبعة أس تلاتة، يعني بتقعد تبدل الره من خمسة للسبعة وتجمعهم كل مرة وتطلع الناتج. وفي ناس بتريح دماغها، بتجيب الآلة الحاسبة من الزرار ده اللي تحت اللوغاريتم ده، شيفت لوغاريتم، يديلهم القيمة دي، يعوضهم باللوسهم مكان الأرقام ويقوموا مطلعين الناتج، تديهم الناتج مباشر. طب بالنسبة لهنا يا أستاذ، قال لك عوض، شيل الره وحط واحد مفيش ره، شيل وحط اتنين مفيش، وهكذا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، عوضت بيها سبع مرات، فعشان كده قال لك لو كان رقم اضرب النون عددهم اللي هم السبعة في الرقم على طول. طب وتحت بيقول لك عوض من واحد لتلاتة، يعني هتشيل الره وتحط واحد، اتنين في واحد ناقص واحد على واحد، زائد ها اتنين في اتنين أس اتنين ناقص واحد على اتنين زائد. في السؤال ده هو عاوز ايه يا أستاذ؟ هو بيقول سميشن نون والره لما تكون بميم حد ره. السؤال ده يقصد ان هو عاوز ره تبتدي من الواحد مش تبتدي من الميم. فدي كانت قاعدة يا باشمهندسين، لما تكون عاوز الره تبتدي من الواحد مش من الميم قول له عادي خالص، انا اخلي الره تبتدي من الواحد وهنا نون حد ره ناقص، هشيل منها لما ره تبتدي من الواحد لحد الميم ناقص واحد حد ره. الناس اللي مش فاهمة، لو ده مثلا يا شباب خط أعداد وأنا قلت لك أنا عاوز المجموع من أول التلاتة لحد الستة، أنا عايز المجموع ده، وإنت ما بتعرفش تجيب المجموع إلا من الأول،
فبتعمل ايه؟ بتقول انا هجمع لك كله واقوم شايل من اول الواحد للاثنين، انا هجمع كله واشيل من واحد للاثنين، لان دي النون بتكون عدد طبيعي، يعني الارقام اللي ما بين دول مش موجوده. يبقى انا لو جيت جمعت لك كله وقمت شايل من اول الواحد للاثنين، خلاص هيديني المطلوب. تاني، هو عاوز مجموع من اول الثلاثه لحد السته في المساله دي، فانا عشان استخدم الخواص قلت له انا هجيب لك المجموع من اول الواحد لحد السته واشيل منهم مجموع من اول الواحد لحد الاثنين، فانت كده اديتني المجموع من اول الثلاثه لحد السته. لاحظت الثلاثه دي حصل فيها ايه؟ طرحنا منها واحد، اهو الميم اللي هنا طرحنا منها واحد. يا رب تكون وصلت معاك. في السؤال الثاني بيقول لي استخدم الخواص عشان تجيب لي القيمة دي. ناقص 3 سمشن ر بتساوي 1 5 ر. ايه ده يا استاذ؟ الثلاثة انت طلعتها بره ليه؟ قانون الخواص بيقول لك ان ر ما يكونش قدامها رقم وانت عايز تستخدمه، فقال لك الرقم عادي تقدر تحطه قدام السمشن، مفيش مشاكل. زائد مجموع من ر بتساوي 1 ل 5 5. تقدر انت كده تطبق القانون على كل واحده لوحدها، يعني تقدر تتخيل ان هم 3 اسئله. السؤال الاول كان قانونه ايه؟ القانون بتاعي لما يكون ر من 1 لنون، كنا بنقول نون في نون زائد 1 في 2 نون زائد 1 على 6، يعني لو طبقنا عليها هتكون 5 في 5 زائد 1 6 في 2 في 5 ب10 زائد 1 بتساوي 11 على 6. زائد، لا ناقص يا أستاذ، ماشي 3. القانون هنا إيه؟ قانون يا أستاذ لما الره بواحد لنون، كنا بنقول نون في نون زائد 1 على الاثنين، فلو جينا طبقنا هيبقى نون اللي هي 5 5 على الاثنين في 6 اللي هو النون زائد 1. طب القانون هنا ايه؟ الخاصية هنا بتقول لازم تكون بتبتدي من الواحد، يبقى الناتج على طول بيساوي 5 في نون اللي هي 5. وكده يبقى انت حليت السؤال، يا دوبك بس هتجمعه هيطلع بيساوي 35. ما تخافش من رمز التجميع لو جالك كده. ر بتساوي 1 هنا ما لا نهاية، ر تربيع ويطلب منك القيمة، ولا تقلق منه، كل اللي على حضرتك هتعوض بأربع أرقام أو 5. لو عوضنا بالواحد بواحد، الاتنين بأربعة، التلاتة بتسعة لأننا بالربع، الأربعة بستاشر زائد نقط، وبتسيبها له كده يا باشمهندس، وكده تبقى انتهت. طب ايه يا استاذ اصعب سؤال يقدر يجي لي على الدرسين الاولانيين ويكون رابطهم ببعض واحتار في حله في الامتحان؟ بص يا باشمهندس، هو في اتنين لازم تفهم الاول عشان منه هتفهم التاني. بيقول لك انا لو معايا متتابعة كده مثلا 9 و 99 و 999 وهكذا، أنا عاوز أجمعهم، قال لك كده استخدم رمز التجميع، اجمعهم لي أو اكتب لي رمز التجميع. يعني أنا كنت عامل إيه في رمز التجميع؟ تتصرف إزاي؟ ما أنا محتاج يا أستاذ أستنتج لحد أصلا. نقدر يا باشمهندسين نستنتج العلاقة بينهم والأعداد دي ولا لأ؟ يا أستاذ ده دي عبارة كانت عن 10 ونقصنا منها 1، 10 أس نون ونقصنا منها 1، ليه؟ عشان يا أستاذ هنا نحط 10 أس 1 ب10 ناقص 1 9، 10 أس 2 ناقص 1 100 ناقص 1 99، 10 أس 3 1000 ناقص 1 999 وهكذا. يعني تقدر تقول ان الحد العام بتاعك بدايتي من 1
لما لا نهاية. ليه؟ لأن دي زائد نقط بتساوي 10 أس ن - 1. ده يا أستاذ قانون الحد العام بتاعي. طيب لو كانت جات لي كده 7 و77 و777 وهكذا، بتتصرف في السؤال ده ازاي؟ اللي فوق قدرنا نقول ان هو 10 - 1. ده يا باش مهندسين بنيجي نقوم واخدين السبعة مشترك، اتبقى 1 و11 و111 وهكذا. مفيش مشاكل يا أستاذ لو قمنا جايين ضربين في 9، نضرب في 9 يبقى لازم نقسم عليها عشان أكتب 7 على 9 في 9، كده أنا معملتش حاجة. دخل 9 يا باشمهندس، يبقى 7 على 9 في 9 زائد 99 زائد 999 زائد، وهكذا. كده احنا غيرنا حاجة في المسألة، بقت نفس السؤال اللي فوق بالضبط. تمام يا أستاذ، يبقى كان عبارة عن 7 على 9 في summation ر بتساوي 1 ما لا نهاية 10 أس ن - 1. أيوة بس ما ينفعش تكتبها كده، أنت لازم تكتبها له summation من ر لواحد لما لا نهاية 7 في 10 أس ن - 1 على 9. الشكل ده اللي هو عايزه في الامتحان. الدرس اللي بعده المتتابعة الحسابية، ايه قوانينها وايه هي افكارها؟ المتتابعة الحسابية دي متتابعة بيكون الفرق بين الحدود مقدار ثابت. يعني لو جينا نطرح اي حدين من بعض نلاقيه مقدار ثابت، بنسمي دي يا شباب متتابعة حسابية، وبيكون ناتج الطرح ده اسمه أساس المتتابعة، وبنرمز له بدال. دال دي بتبقى عبارة عن حد ناقص الحد اللي قبله، لازم تطلع ثابت. وكانت يا أستاذ لو الدال دي طلعت بالموجب بنقول عليها تزايدية، المتتابعة دي بتزيد. ولو كانت الدال طلعت بالسالب يعني أقل من الصفر بنقول عليها تناقصية يعني بتقل، ولو كانت بتساوي صفر بنقول عليها ثابتة. وكنا يا شباب بنرمز لأول رقم بالحد الأول وبنسميه ألف، ده الحد الأول واسمه ألف. آخر رقم كنا بنسميه لام، الحد الأخير، لام ديت الحد الأخير. ولو كان مديني قاعدة أكون بيها المتتابعة لازم تكون القاعدة دي من الدرجة الأولى، يعني النون اللي موجودة يكون أسها 1، لازم تكون من الدرجة الأولى، ما تكونش كسرية. يعني ما تجيش كده وتقول لي دي من الدرجة الأولى، لا دي مش من الدرجة الأولى، دي كسرية، دي غير دي. تمام يا أستاذ. لو حبينا نكون المتتابعة 1 في 2 هنعوض ب1 و2 و3 وهكذا، 2 زائد 1 3، 2 في 2 ب4 زائد 1 5، 2 في 3 ب6 زائد 1 7، وهكذا يا باش مهندسين. طب يا أستاذ إيه بقى قانون الحد العام؟ دي ليها يا شباب قاعدة ثابتة تقدر منها تجيب أي حد أنت عاوزه، إن أنت تقدر تجيب أي حد عن طريق القانون حد نوني بيساوي ألف زائد نون ناقص 1 في دال. ولو كنت عايز الحد الأخير يبقى ألف زائد نون ناقص 1 في دال. إيه الفرق يا أستاذ؟ ما هو ده القانون، هو ده القانون. أيوة هو ده القانون، هو ده القانون، بس دوت بيكون رتبة الحد اللي انت عاوزه، نون رتبة الحد، انما نون اللي هنا ده عدد حدود المتتابعة. الفرق ان هنا نطلب منك الحد الخامس. تمام،
إنما هنا أنا عايز الحد الأخير يبقى تاخد نون كل حدود المتتبعة. ده الفرق اللي ما بينهم. طب يا أستاذ، كان في حاجة بتلخبطنا قوي، يقول لي مثلا أنا عاوز الحد العاشر، أو يقول لي أنا عاوز الحد العاشر من النهاية. دي من البداية وده من النهاية. كنا بنتصرف في الحتة دي ازاي؟ كان في حل مشهور قوي بيريحك في الجزء ده. لو طلب منك من النهاية كنت بتقول له الحد العاشر من النهاية بيساوي القانون بتاعه لام ناقص نون ناقص واحد في دال، يعني كانت هتكون لام ناقص تسعة دال، لام اللي هو الحد الأخير. ده لو كان طالب منك من النهاية. إنما لو كان طالب من البداية قانونك عادي خالص اللي هو ده ألف زائد تسعة دال. طب إيه هي أهم الأسئلة يا أستاذ على الجزئية ديت؟ أو إيه أشكال الأسئلة اللي بتجيلي في الامتحان منها؟ كان في شكلين اتنين. دول يا شباب أشكال الأسئلة على الجزئية اللي قلناها. يجي يقول لك بين أن المتتبعة دي حسابية، وبعد كده هات لي الحد السادس. طب قل لي عدد حدودها كام؟ طب الحد العاشر من النهاية بكام؟ ممكن يسألك كمان يقول لك هل يوجد حد قيمته مثلا ب200؟ هل يوجد حد قيمته ب63 مثلا عشان يكون الرقم جوه؟ أنا عايز مثلا الحد اللي قيمته أكبر من الـ50، هيكون الحد رقم كام؟ وهكذا أسئلة من دي. والسؤال الثاني أو الفكرة الثانية إنه يجيب لك مجهول في المتتبعة. بتتصرف إزاي؟ دول أشكال الأسئلة اللي ممكن يسألها لك. في الأولانية يا أستاذ أنت عاوز الحد السادس. طب ما دي كان لها قانون. الحد السادس كان قانونه ألف زائد نون ناقص واحد يعني خمسة في دال. ألف بكام؟ مش ده ألف؟ طب دال؟ دال ناتج طرح حدين من بعض يا أستاذ، سبعة ناقص اتنين بتساوي خمسة. يبقى الحد السادس اتنين زائد الخمسة في خمسة ب25، يبقى الناتج كله طلع 27. دوت الحد السادس. المطلوب التاني، احنا عايزين نعرف عدد حدودها كام. طب ما سهلة برضو، مش انت معاك الحد الاخير؟ ايوه. قل له فيه حد قيمته ب102، فحد نوني اللي هو بيساوي ألف زائد نون ناقص واحد في دال قيمته ب102. يبقى 102 بتساوي ألف زائد نون معرفهاش في دال اللي هي خمسة. صف الكلام ده. 102 بتساوي 2 زائد 5 نون ناقص 5. 2 ناقص 5 سالب 3. 102 بسالب 3 زائد 5 نون. عدد بإشارة مخالفة، 5 نون بتساوي 105. يبقى النون طلعت ب21. دول يا أستاذ 21 حد. لما أنا عرفت ده رتبته كام، ده رقم كام، ده أول تاني تالت رابع لحد ما وصلت الواحد وعشرين، يبقى ده الحد الواحد وعشرين. أنا عاوز الحد العاشر من النهاية. طب ما سهلة يا أستاذ، الحد العاشر من النهاية بيساوي لام ناقص نون ناقص واحد في دال، ونون هنا اللي هي 10 ناقص واحد 9. يبقى 102 ناقص 9 في دال اللي هي 5. تمام يا أستاذ، يبقى 102 ناقص 45 بتساوي 57. كده أنا جبت له الحد العاشر من النهاية. هل يوجد حد قيمته ب63؟ هنشتغل نفس الفكرة ده بالضبط، هنسويها بال63 ونشوف النون. هل النون هتطلع رقم صحيح؟ لو طلعت رقم صحيح يبقى فيه، لو طلعت كسر مش هيكون فيه. فجينا قلنا له خلاص، لو كنا بدلنا وحطينا 63 بدل 102 كان هيكون 63 بتساوي سالب 3 زائد 5 نون،
عدي دي بإشارة مخالفة، يبقى 66. 66 تقبل الاسم على الخمسة؟ لا، يبقى لا يوجد، ما في شيء. ليه؟ لأن النون لا تنتمي للأعداد الصحيحة الموجبة، لأن هي طلعت بكسر، طلعت بتساوي 13.2، وده طبعا مش عدد صحيح. طب في حالة يا أستاذ لما يجي لي مجهول بتصرف إزاي؟ لما تلاقي مجهول في متتابعة حسابية اللي بيجيبه الدال، الدال هي اللي بتحسبه، ناتج طرح دول بيساوي ناتج طرح دول. لما جينا يا أستاذ قلنا له 2 س ناقص 33 بتساوي سالب 15 زائد 27، ده هنا بتساوي 12 يا أستاذ، ناقص س. هنعد الس بقوا 3 س، نجيب دي هنا يبقوا 45، نقسم على 3 يبقى الس طلعت بتساوي 15. كده احنا جبنا قيمة س. بيقول لي طب انت تعرف لي عدد الحدود كام؟ قلنا له بسيطة حضرتك، بس نعوض بال 15، 2 في 15 ب 30 و 3 33، يبقى الألف بتاعي ب 36، الدال بتقل 33 ناقص 36 سالب 3، يبقى الحد اللي قيمته بسالب 15 بيساوي ألف زائد نون اطرح منها واحد في دال. سالب 15 بتساوي 36 ناقص 3 نون زائد 3، نعد 39 بإشارة مخالفة، سالب 3 نون بتساوي سالب 15 وسالب 39 سالب 54، يبقى النون الواحدة طلعت بتساوي 18، يبقى الحد رقم 18 هو ده يا أستاذ الحد الأخير، يعني عدد حدودها 18 حد. كان يا أستاذ بعد كده بيتكلم عن حاجة اسمها تعيين المتتابعة. يعني إيه؟ يعني هيجي يديك الحدود يقول لك أنا معايا الحد الخامس بكذا أو الحد الرابع بكذا، كون المتتابعة أو هات المتتابعة. بنتصرف إزاي؟ كان فيه يا شباب نوعين اتنين من الأسئلة، نوع زي كده حد منفرد يديك قيمته، ونوع يربط لك حدين مع بعض أو ثلاثة أو أربعة زي ما هو عاوز. في النوع اللي يدي لك كل حد منفرد دي سهلة جدا جدا جدا. ليه؟ لأن في قانون للدال بيقول لو أنا اديتك حدود منفصلة كده تقدر تقول حد صاد ناقص حد سين على صاد ناقص سين. يعني لو أنا عاوز دال في المسألة دي يبقى حد خامس ناقص حد تالت على 5 ناقص 3 22 ناقص 12 على 5 ناقص 3 2، 10 على 2 فيها الخمسة. كده أنا جبت دال بمنتهى البساطة. هو في طريق تاني بنجيب بيه دال؟ أيوة، طريق هنستخدمه في المسألة التانية عشان ما نضيعش وقت. نكتب المسألة ألف زائد نون ناقص واحد في دال بتساوي 12. تمام، معايا 3 دي النون، يبقى هنا ألف زائد 2 دال بتساوي 12، دال بخمسة، يبقى عرفنا يبقى 12 ناقص 10 2. كده احنا عرفنا ان الألف باتنين يبقى 2، وكل مرة بيزيد 5. كده انا عملت المتتابعة. طب يا أستاذ هو كان في حل تاني؟ أيوة كان في. كان في ناس بتقول ألف زائد 3 يطرحوا منها 1 2 دال بتساوي 12، وألف زائد 4 دال بتساوي 22، ويطبقهم طريقة الحذف والتعويض يجيبوا ألف ودال. طب في مسألتنا التانية الحد الخامس اللي هو ألف زائد 4 دال بيساوي 3 من الحد التاني ألف زائد دال. هنا لو جمعنا ألف زائد 4 دال بيساوي 3 ألف زائد 3 دال، هنعد دي هنا، بقت الدال بتساوي 2 من ألف، جبت ألف مع بعضه ودال مع بعضها، يبقى 2 ألف بتساوي دال. طب جينا هنا
الحد السادس ألف زائد خمسة دال ناقص ألف زائد تلاتة دال السالب، لو ما حطيتش قوس مش هتطلع الناتج صح. ألف زائد خمسة دال ناقص ألف ناقص تلاتة دال بتساوي أربعة. الألف راح، خمسة دال ناقص تلاتة دال اتنين دال بتساوي أربعة، ومنها الدال بتساوي اتنين. عرفنا إن الدال باتنين، هنعوض هنا، يبقى اتنين بتساوي اتنين ألف ومنها ألف بواحد، تبقى المتتابعة واحد وكل مرة بنزود اتنين. إذا كانت المتتبعة الحسابية حدها الثامن بيساوي خمسة من حدها الثاني، وحدها الثالث في حدها السادس بخمسة وخمسين، تعرف تجيب المتتبعة؟ اللي بسيطة، حضرتك قلت الحد الكام؟ الثامن، يعني ألف زائد سبعة دال بتساوي خمسة في ألف زائد دال. ألف زائد سبعة دال بتساوي خمسة ألف زائد خمسة دال. نجيب الألف، أربعة ألف بتساوي اتنين دال، جبنا ألف مع ألف ودال مع دال، ومنها اتنين ألف بتساوي دال. حضرتك قلت الحد التالت ألف زائد اتنين دال مضروب في الحد السادس ألف زائد خمسة دال بتساوي خمسة وخمسين، ما أنا معايا قيمة الدال باتنين من ألف، يبقى ألف زائد أربعة ألف في ألف زائد عشرة ألف، لأن الدال باتنين ألف، اتنين في خمسة بعشرة، يبقى خمسة ألف في حداشر ألف تساوي خمسة وخمسين، ومنها ألف تربيع بخمسة وخمسين على خمسة وخمسين فيها الواحد، يبقى الألف طلع بموجب أو سالب واحد. يبقى كده يا أستاذ في متتبعتين اتنين، واحدة بالموجب وواحدة بالسالب. هنعوض نجيب الدال، يبقى الدال طلعت بموجب أو سالب اتنين، يبقى في متتبعتين، واحدة منهم لو حطينا واحد هناخد موجب اتنين، يبقى واحد وكل مرة بيزيد اتنين، ولو خدنا سالب واحد كل مرة هننقص اتنين، السالب هيطلع مع سالب، يبقى سالب تلاتة وسالب خمسة وهكذا. كده أنا جبت له المتتبعة. خلي بالك أحيانا بيقول لك أنا عايز المتتبعة الموجبة أو السالبة. إذا كان حد نوني بتسعة وتلاتين وحد اتنين نون بتسعة وسبعين في متتبعة حسابية، أوجد نون. متتبعة حدها النوني بتسعة وتلاتين وحدها اتنين نون بتسعة وسبعين وحدها الأول بتلاتة في متتبعة حسابية، أوجد نون. قلنا لي يا أستاذ القانون بيقول ألف زائد نون ناقص واحد في دال بتساوي تسعة وتلاتين، وبالمثل برضو ألف اللي هي تلاتة زائد نون ناقص واحد اللي هي اتنين نون ناقص واحد في دال بتساوي تسعة وسبعين. هنعدي التلاتة بإشارة مخالفة، نون ناقص واحد في دال بتساوي ستة وتلاتين، اتنين ناقص واحد في دال بتساوي ستة وسبعين. لو قسمنا دي على دي بقى ايه اللي حصل؟ نون ناقص واحد في دال على اتنين نون ناقص واحد في دال بتساوي ستة وتلاتين على الستة وسبعين. الدال كده راحت، الدال راحت، عملنا وسطين في طرفين يا أستاذ، طلعنا النون بعشرة. كده أنا جبت له قيمة نون بعشرة. كده يا باشمهندسين احنا رجعنا على الدرس الأول مفهوم المتتبعة، ورجعنا على الدرس الثاني المتسلسلات وخواص التجميع، ورجعنا على الدرس الثالث المتتبعة الحسابية، ورجعنا على الدرس الرابع اللي هو تعيين المتتبعة الحسابية. كده احنا وقفنا على الوسط الحسابي ومجموع المتتبعة الحسابية والهندسية كاملة. دول هنراجعهم الحلقة الجاية إن شاء الله. أتمنى أن أكون فدتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.